السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم راح أشارك معكم كيف اتحصلت على لاعبين من الأول من بداية من لاعبين إليت من بداية لاعبي بالفيفا 2020 موبايل. تمام، كيف بتشوفوا معايا لو عملت لوجين لمدة 7 أيام راح يدوني ايتام بالنسبة للاعبين الاليت، وعلى اليوم الخامس راح يدوني الابا، وقبل يدوني فودن، بعدها راح يدوني ارلوندو. سو راح تسألوا نفسكم تقولوا كيف تحصلت على اللاعبين بتوعي. تمام، انا اوريكم ان شاء الله كيف تحصلت على اللاعبين بتوعي، اوريكم الفريق بتاعي. يعني بس ده لاعب بتاع يومين ومو لعب كثير، يعني بخش العب مرة بشتغل، عندي كثير حاجات بعملها. المهم بتشوف عندي تقريبا 6 لاعبين إليت: إيموبيل، سواريز، فودن، بوليسيتش، ويرنر، and أور. سو الكتيب ده ولا اللاعبين دول اللي بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي يعني سهل انك تجيبهم، على سهل انك تجيب اللاعبين دول، بس يلزمك شوية هيك تخش تلعب اللعبة وانت هيك مبسوط مع نفسك ومستعد انك تديها شوية وقت، هيك نص ساعة ولا ساعة وانت لعبان، وانا متأكد انك ما راح تحس بالحاجات دي. اول شيء يا شباب، لما بتدخلوا اللعبه لازمكم تخشوا لل الكويست دي، بتروحوا تعملوا المشنات اللي هون، بتروحوا تعملوا الحاجات اللي ما مدينها لكم هون. يعني ده الديلي، يعني الديلي الحاجات اللي طالبين منكم انكم ديلي تعملوها. انا على فكره كل مرة أخش يعني لازم ألقى حاجة، ما بعرف صراحة من وين بيجو، بس بلقى حاجة. التوتوس دي أنا خشيت عليها، شفت التوتوس جمعهم يعني هيك بيقول لك العب دي وشوف معي الريورد. خلينا نشوف لك الريورد على طول، احنا ما راح يقول لك play this and earn، يعني لو لعبت الحاجة دي راح تربح توتوس، راح تربح توتوس تاني، راح تربح تيكت، وراح تربح لعيب ليجندري. انا ما راح امسككم كل وقت عشان تشوفوا اللعيب ليجندري، راح اعرض لكم في فيديو تاني. بس الفكره عشان انك تجيب لعيبه كويسين بتخش تعمل الميسيونات. شوف معي بيقول لك لو جمعت التوتوس دول راح تاخد واحد من اللعيبه الليجندارية اللي فوق 89. حلو، طب نخش هون. بيقول لك ده كله بيتكلم على التوتوس، على فكره لازمك تعمل دي ودي 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 عشان تاخد لعيب ليجندري. مو سهل انك تاخد لعيب ليجندري، بس في حاجه دي سهلة كتير عشان انك تجمع فرقة كويسة. دي بيقول لك لو عملت تريننج للعيبة الليفل 6، تمام، وقالك لعيب فوق 90 على اللاين اب بتاعك وعملت بيع لأي لعيب، بل اول شيء لما تعمل بيع لأول لعيب على الماركت بتاعك بيدوك 5 لعيبة جولد و2 لعيبة إليت، واحد رانك إيتام، 30,000 قطعة. حلو، طب أبص لكم تاني على دي دوبي توتو دي، حلوة صراحة يعني عشان بيساعدكم على أنكم تطوروا نفسكم في التوتو. وبالنسبة لي صراحة لسه ما لعبتهاش. إن شاء الله أشارك معاكم المعلومات دي وأشارك معاكم كيف بعمل
خلينا نلعب حاجة مع بعض عشان نظبطها ونشوفوا حاجة هيك على المباشر. تمام، هو لازمني هيك اعمل ابجريد للتيميت بتاعي. لو كنت عاوز اعمل ابجريد باقي لهون بيقول لي اعمل ابجريد للليفل 6، انا كله عندي ليفل 2. طب راح اشوف مين عندي اكثر، بس دي بتاخد فلوس، خدوا بالكم يا شباب، او فلوس كتير بس بتاخد فلوس. الله انا لسه واخد الرمان. لا سكيل بوست اونت 25 الى 25. اوكي تقريبا انا مطور السكيلز، يعني ما عندي حاجة تانية عشان اطورها. يلزمني 6 بوست عشان اطورها للليفل 3، يعني اللي يلزمني بيتطور زيك، يعني بعمل كليك بتطور ليفل 1. تمام، شفت ليفل 1 اللي عليها بوست انت بتخش عليها بتطورها. سو بنعمله جو ترينين، يعني خاصك لازمك تلعب اعمله سكيل موف. لازمك توصل ليفل 7. اخوكم لسه مبتدئ زيكم. طب نروح نشوف هيك، نحاول نجيب حاجة من عشان نشوفوا المسألة كيف سهلة. اخذنا 200، اخذنا 50، حلوة دي اخذنا. تمام، دي بيقول لك play and earn 75 في 20. مسألة اللاعب سهلة كتير يا شباب، لو بصيتوا معايا راح تلاقوا انه اللاعب مرة سهل. لازمك بس هيك تكون يعني متعود تتفرج على فريقك ولا شو، عشان تعرف هيك كيف تلعب الحاجة. ألعب الكورة وبس. المهم ده بيقول لك يعني انك ترسل، حاول تعمل كرة زي هيك. اب لازم هيك، اظن ان احنا وصل 2000 نقطة اظن. يا لعيب يسمر، حاول نرسل للسما نشوف. بحب ارسل للسما. طب متبقينا اربع رميات لازم اخلصهم. طب لا حلو. طب نرمى هذه وسط. حلو خلصنا. شفت المسألة سهلة، لازمك في الأول هيك تمر على الحاجات دي. بتاخد لك كتير ريوردز، والريوردز دول هم اللي راح يخلوك تجمع لعيبة قبل ما تلعب مع الناس. تجمع لعيبة عشان لو لعبت مع الناس تربحهم على السريع، ويصير نقاطك عالية والفانز بتاعك عاليين وكذا. بس لو كنت حاب تعبر ويا الباص حلو. المهم ده بيقول لك يعني انك لازمك تكون تعمل دريبل عشان تتعود على لعب الكورة بسلاسة مع نفسك. تمشي يعني بشوية عليك، لا تقري، لا تعمل كليك على اي حاجة، بس روح بشوية عليك. حتى لو خسرت ممكن انك يعني مرة ثانية تعود البتاع. تمام، انا بعمل لكم فيديو والتليفون ترى صراحة الشحن بتاعه تقريبا خلص. المهم على الفيفا هون بيقول لك يعني عمل باص. لا اوكي انا احب اعمله بالطريقة دي. الله يا شباب لا تواخذوني على اللاعب الكويس. المهم يا شباب خلينا نعبيها. اوكي
شوف معايا الشوت يعني الباس لما تكون عاوز باس استغفر الله. المهم الباس لو كنت عاوز هيك طرفه يعني تعمل باس افق هيك يعني تعمل باس وترميه لفوق. والشوت لو كنت عاوز هيك تعمل شوتة تمشي للي يقول على طول تعمل لها زي هيك يعني بتمرها لجنب. اوكي ده بيقول لك ان الانترتوتوس انها اكتملت والنتورك ما شاء الله عليه. خلينا ناخد لنا ليمون مع بعضينا. الله على فكرة اللعبة دي بتحتاج شوية واي فاي وانا عشان الشحن عندي خلص تقريبا بيصير واي فاي عندي تقيل وكله تقيل. مهم حاول اخلص لكم الفيديو على السريع. ده لو كان صديقك عاوز يلعب معك كل حاجة بيرسل لك هون عشان يلعب معك. الاخ عبد الهادي عاوز يلعب معي بس صراحة احنا النتورك عندنا ضعيف يعني حتى لو لعب معنا راح يمسكنا من دماغنا. طب نحاول هيك نخلص الفيديو ونروح نشوف الاخ وينه. اهو بيجيك رسالته على الماركت كده اللي متعب الوقت هو النتورك صراحة. المهم يا شباب اتمنى اكون ما طولت عليكم كله موجود هون يا شباب. على فكرة اللعيبة دول راح اتكلم عليهم في الفيديو الجاي كيف تجيبهم وحتى الحاجات دي والباكس دي اتكلم عليها كيف انك تجيبها والتوتو بوينت وسكيل بوست اتكلم عليهم كيف تجيبهم. دي حاجات سهلة. المهم انا حاب اشوف التيميت بتاعكم كلها راح اعمل لكم جروب ديسكورد عشان نشارك مع بعضين معلوماتنا وان شاء الله يا شباب على القريب ان شاء الله اعمل لكم هيك العاب مره كويسه. دي اللعبة الاولانيه بس وفيها العاب هيك بتضحك كتير راح اعملها لكم وانزلها لكم ان شاء الله على القناه بتاع اليوتيوب. دعمونا يا شباب لايكاتكم وسبسكرايب بتاعكم وألف صحة وسلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.